بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الأعتاب الشريفة اليوسف خولاني حسني، رئيس الفرع الجهوي لجمعية أوفياء العرش العلوي المجيد داخل وخارج أرض الوطن. الحمد لله كما كتشوفوا اليوم يعني لهذا العام التالي على التوالي، حنا كنقوموا بهذه المبادرة اللي الهدف ديالها هو إسعاد لهذه المجموعة ديال الفتيات، وكنحاولوا يعني انطلاقا من يعني من الناس ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يعني اللي كيدعي الجمعيات باش يكونوا فاعلين اجتماعيين واقتصاديين، وفي الإطار الجمعوي يعني كتجي هذه المبادرة هذه من الجمعية ديالنا. كنحاولوا يعني نقدموا واحد ولو جزء بسيط، كنعرفوا يعني المصاريف ديال رمضان كتجي المناسبة ديال العيد، كان واحد جزء بسيط لهذه البديتات. كنشكروا بدل يعني الجسم الإعلامي كامل، وكنشكروا أخوات والإخوان ورؤساء الجمعيات اللي شاركوا معنا، ولولا الفضل ديالهم تابوا ما كانوش يعني هذا الحفل يعني ما كانش النجاح ديالهم متميز. كنشكروا في الأول السيد الرئيس الوطني السي أمين الهراوي، ولا الإخوان ديال الفرع ديال جهات فاس مكلاش كل واحد بالاسم ديالو. السلام عليكم، معكم أمين الهراوي الرئيس العام لجمعية أوفياء العرش العلوي المجيد. الحمد لله حنا جد سعداء بهذا اليوم هذا اللي تنشوف فيه البسمه على وجوه المحيه ديال الاطفال، وهذا هو الربح وهذا هو الهدف الاسمى من هذه الاعمال اللي تقوم بها الجمعيه. الهدف الحمد لله اللي تنشوفوه دابا هي الفرحه ديال الوليدات، فرحه ديال الايتام، فرحه ديال المتخلى عنهم. تتشوف واحد الابتسامه ديالهم، تتنسى عناء السفر، تتنسى عناء التعب العامات، تتنسى اي حاجه. الشكر موصول لكل من ساهم من قريب او من بعيد في انجاح هذا الحمد لله هذا الحفل، واخص بالذكر المكتب الجهوي لجمعيه اوفياء العرش العلوي المجيد بجهه فاس على راسهم السيد خولاني يوسف حسني، والمكتب ديالو كامل واحد واحد. الحمد لله دائما تبهرونا بالاعمال القيمه، وانتم خلاص كسي عزيز راكم تكونوا حاضرين، انت واستاذ سي قيدوم حاضرين على جميع الاعمال اللي تقوموا بها الاخوان. نتمنى ان شاء الله في الدوره الثانيه، وبقى ان شاء الله دوره ثالثه، وتحياتي لكم، وانتم راكم ديما معنا ان شاء الله، وتبارك الله عليكم وشكرا. نحن السعداء حضور اليوم لندعم مبادرات الإخوان ديالنا في جمعيات أوفياء العرش العلوي المجيد داخل وخارج الوطن. سمية كتفرح والنشاط توا تيفرح، سعداء باش نشاطروا هاد البنيتات فرحة الأيام الأخيرة من رمضان، الطقوس ديالها المغربية الأصيلة من حناء. تنظن الإخوان في الجمعية أعدوا هدايا أخرى للفتيات. نظن هذا العمل ما يمكن له الا يقوي التلاحم ديالنا كمغاربه، ما يمكن له الا يقوي الفرح ديالنا بهذه المناسبات والتقاليد ديالنا العريقه والمهمه. حقيقه نشكرهم من هذا المنبر من جهه المنابر المجتمعه على المجهود اللي داروه. راكم عارفين كل واحد وشغالته في هذا رمضان، كل واحد التزاماته، الانسان تيضحي بوقته بزاف الامور باش يفرح الوليدات. شكرا جزيلا للاخوان في الجمعيه. باسمي وباسم جمعيه اوفياء العرش العلوي المجيد قمنا بهذه المبادره الخيريه الرمضانيه، فيها حنا لهذ البنيتات هادو، وفيها ملابس اللي نعطيوها ان شاء الله لهذ البنيتات هنايا نفرحوهم بهذه المناسبه هذه. كما ماشي اول مره درنا هذه هذه المبادره، درنا حتى العام اللي داز درنا العام السابق درنا هذه المبادره هذه، وقمنا بنفس الشكل ونجحت الحمد لله وكانت ناجحه، ودرنا الخير فيها لجميع البنيتات. درنا البنيتات باش نفرحوهم ويكونوا ناشطين في هذا رمضان، لان رمضان هو رمضان فيه ديال الخير والتكافل. والحمد لله حنا كنديروا هذه الاعمال شي ما بلحظه كنكونوا مرتاح، اي حاجه فيها الخير ودرتيها خيريه لهذ البنيتات هذو الا كتكون مرتاح فيها وطمئنانيه للنفس وكل شيء، لان هذه غير خير ماشي شي حاجه اللي هي خير، يعني غنكونوا فرحانين. ملي كنشوفوا هاد البنيتات فرحانين وناشطين وكيجريونا في هاد لاصال هذا ولابسين مزيان ومحنين، هذيك هي الفرحه وهذيك هي الدنيا وما فيها، لان حنا ولينا كنديروها في نفس القاعه وفي نفس المناسبه، باش يعني يوليو تا هما مولفين عليها اننا الحمد لله اي وقت جا رمضان وكانت شي غادي نعاودوها ونحاولوا نديروا احسن ونكثروا العدد ونكثروا كل شيء ان شاء الله بحول. انا اليوم جيت سعيد بالحضور ديالي في هذا اللقاء اللي نظمته الجمعيه ديال اوفياء العرش داخل المغرب وخارج المغرب. هذا شرف وهذا ما كيقدر ان يزيدنا تلاحم داخل المجد والعرش العلوي المجيد وداخل القيادة السامية ديال صاحب الجلالة الله ينصره. اليوم كما كتشوفوا تم إعداد مجموعة من الهدايا في هذا الشهر الكريم، لأن هذا الشهر الكريم الأسر المغربية الحمد لله كلها كتفرح له، الوليدات الصغار كلهم كيفرح له في هذه المناسبة الأخرى. في هذه العشر الأواخر البنيتات الصغار والوليدات كيفرحوا
بالحنا هذه عاده وتقاليد ديالنا لازم كنحتفظوا عليها. كنشكروا كل الطاقم ديال هذه الجمعيه اللي سهروا باش انهم ينشطوا هذه الوليدات ويفرحوهم، وحنا دائما ان شاء الله حنا معاهم في المسانده وفي المواكبه ديال جميع الانشطه بحال هذا الشكل هذا. كنشكروا الجميع ورمضان مبارك سعيد. سميتي احسان من مدينه فاس. كنشكر هذه الجمعيه هذه لحقاش فرحه الدراري الصغار. الكلمه للصديقه ديالي صراحه كنقدموا جزيل الشكر لهذه الجمعيه حيت دخلت الفرحه والسرور على الدراري الصغار. السلام عليكم، اسمي رايحة الأصغر ضابطة بمدينة فاس، وأصغر ملكة جمال في المغرب. اليوم جينا لهذا الحفل، حفل خيري، لحفل زوين بزاف. هاد الجمعيات هادو هما اللي منورين جمعيات فاس، وكنتمناو جميع الجمعيات يكونوا بحال هاد الجمعية هادي، دايرين عمل خيري اللي زوين، دايرين حناء والدورة العمارية، وكنقول لهم شكرا، شكرا بزاف. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.